متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟ التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات التشهدين، يعني الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر. أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك. التورك إذن في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. نعم، عرفت؟ فضيلة الشيخ، هل التورك في الرباعية فقط، صلاة الرباعية فقط؟ التورك بارك الله فيك يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها. ثم التورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. فلو فرضنا أن الإنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس معه التشهد الأول والتشهد الأخير، فإنه لا يتورك في تشهد الإمام الأخير لأنه ليس الأخير له، بل يتورك في الأخير الذي يعقبه السلام.